نجي على المحطات الأرضية اللي هو الجراوند أنتنا. هذه المحطات حقيقة موجود من عندها 4 بنظام الجي بي اس. مواقعها هي في الأسينشن آيسلند، بالديغو كاراكاس، كوجيلين، والمحطة الرابعة اللي هي موجودة في محط في قاعدة فلوريدا. وضعها يعني الهدف الأساسي من هذه المحطات الأرضية إنه تقوم بمتابعة الأقمار من خلال إنه الأوامر، إرسال الأوامر والبيانات إلى الأقمار، وتستقبل البيانات المدى من الأقمار. وهذا الكوميونيكيشن اللي قاعد يصير، هذا التواصل اللي قاعد يصير عن طريق المحطات الهوائيات الأرضية ببيانات الساعة والمدى والبيانات المدارية للقمر المحسوبة في المحطة الرئيسية، محطة الماستر كنترول ستيشن، وتستلم هذه المحطات الأرضية هذه الحسابات وتقوم بتحميلها إلى الأقمار. وعملية التحميل هذه المعلومات تتم باليوم الواحد 3 مرات، بحيث كل 8 ساعات يسوون أبلودد للمعلومات المدارية والتوقيت للقمر من خلال الاس باند راديو لينك. الخارطة اللي أمامنا توضح لنا التفاصيل ومواقع المحطات الأرضية، الهوائيات الأرضية، ومحطات المراقبة، ومحطة الماسترز، وشون توزيعها بالعالم. نجي على القسم الثاني حقيقة اللي هو قسم الفضاء، والذي ممكن أنه يعني يتقسم إلى 4 أقسام، اللي هو القسم الأول اللي خاص بالتشكيل الجي بي اس ساتلايت كونستليشنز، تشكيل الأقمار، والقسم الثاني أو التبويب الثاني أو التايتل الثاني ممكن أن الخصائص الجي بي اس ساتلايت كاتيجوريز، والقسم الثالث ممكن نسولف على الستركتشرز مال الإشارة مال الجي بي اس، والقسم او التايتل اللي حنسولف به على المدار مال القمر مال الجي بي اس. بالبداية حنسولف على التشكيل مال الجي بي اس، يعني الارتفاع مال الأقمار الجي بي اس هي بحدود 20,200 كيلومتر، وبمدار دائري تقريبا فوق سطح الأرض بنصف قطر تقريبا مداري بمقدار 26,600 كيلومتر. والزمن الذي يستغرقه يعني الساعة بعدد الساعات هو 12 ساعة 12 hours يعني فضائية، أو هذه بحيث إنه الانيشيالز للتصميم لتشكيلة الأقمار الأولى كانت بعدد 24
قمر، بحيث انه بثلاثة مستويات وب نكلينيشنز، يعني مع خط مستوى الاستواء اللي هو الكوارترز بزاوية تميل، يعني هذا الاوربت مال الأقمار تميل بزاوية مقدارها 63 درجة. وهنا وبالتالي المدارات تقريبا يعني المدارات تتساوى من حيث دورانها حول الكوارترز بزاوية 120 درجة. إذا هذا السلايد يعطينا شكل الأقمار شلون قاعد تدور، وتفصيلات بعددها. نجي على التشكيلة اللي بعدين، يعني التصميم الأولي كان 24، بعدين يعني بأسباب اقتصادية قللوا العدد من 24، سووا 18 قمر، وتباعد بست اوربيتال بلانز بست مستويات، كانت ثلاثة سووها ستة، وحافظوا على نفس الانكلينيشنز مع مستوى خط الاستواء اللي هو 63. هذا يعني هذا يعني الترتيب اللي صار رفض بسبب انه اكو بعض المناطق او المساحات من الارض ما صار بها خدمة للجي بي اس. في عام 1986 قاموا بزيادة عدد الأقمار من 18 إلى 21، وبعدين حتى يضمنون، يعني ليش زيدوها؟ حتى يضمنون إنه اليوزر في أي مكان بالعالم يقدر يستفاد من خدمة الجي بي اس. وهنا أكو ثلاث أقمار حطوها إضافية فعالة، هذه تدخل الخدمة في يعني تدخل الخدمة كسبيرز، يعني في أي وقت إنه أي قمر يصير بخلل تدخل هذه الخدمة. فبالتالي وصل العدد الآن، يعني الأكتواليز الآن، عدد الأقمار الشغالة بنظام الجي بي اس هو 24 قمر، 21 شغال وثلاثة سبيرز. وهنا تدور هذه بست انواع بست انواع او بست بلانات، يعني اوربيتال بلانز، اللي هو الاي والبي والسي والدي والاف، مع كل بلان، يعني كل اوربيتال بلانز باربع اقمار، بالاضافه الى انه يعني اكو بعض الاقمار الفعاله في حاله انه اي قمر يخرج عن الخدمه، اكو ثلاثه اقمار قابله ان تدخل للخدمه مباشره. الزمن يعني زمن المدار
لقمر للجي بي اس ساتلايت هو بالضبط half of the federal day اللي هو 11 ساعة و58 منت. الاوربتس المدارات متساوية حول الكوارترز بزاوية 60 درجة ويا انكلينيشنز ب انحراف او مع الكوارتر بلينز بزاوية 55 درجة والارتفاع ونصف قطر المدار عن مركز الأرض بحدود يصل 26600 كيلومتر. هذا الشكل اللي يوضح لنا المدارات اللي هو سولفنا عليها اللي هي A و B و C و D و E و F، ست مدارات. والتوقيت العالمي وعلاقته مع التوقيت العالمي بالغالب هنا احنا قاعد نسولف على من 4 الى 8 من يعني الاقمار اللي ضمن المدار الواحد المرصودة بزاوية ارتفاع 15 درجة بأي وقت من اليوم. يعني احنا نستطيع ان في اي مكان بالعالم، يعني صار ترتيب وتصميم عدد الاقمار بحيث انه في اي مكان بالعالم اقل شيء تقدر نرصد 4 اقمار، وازيد شيء ممكن ان نوصل الى 8 اقمار او يزيد. ممكن ان يعني نصل الى 10 اقمار لما يعني تكون الزاوية مال الزاوية الارتفاع بين 5 درجة، يعني ممكن ان نصل الى 12. لما نصل الى 10 ممكن انه 10 درجة زاوية ارتفاع ممكن ان نرصد 10 اقمار. لما نصل الى 5 درجة ممكن ان نرصد 12 قمر بهاي الحالة. فهذه الشكل اللي يوضح لنا شلون حركة الأقمار ضمن